رجعنا لكم في الليل رمضان العشرة 22 دقيقة على غاديو ميد. مازلنا كاملين معاكم حتى النصف الليل نحكيو على أولاد مفيدة, وجه من وجوه أولاد مفيدة. باش يكون حاضر معنا في التليفون ممثل معز الكديري. مرحبا بيك, رمضانك مبروك معز. مرحبا بيك وصح شريبتكم ومستمعين كل راديو ميد, إن شاء الله صح شريبتهم وكل عامهم حي وخير. يعيشك معز. دونك سنين نشوفوك في أولاد مفيدة إن شاء الله أربعة. دونك أحكي لي على دورك شوية على التجربة هذه معز. والله تجربة جديدة وفرحان بها برشا, وإن شاء الله أول أباريسيون الشخصية تبدأ غدوة إن شاء الله, وإن شاء الله يعجب المشاهدين ويكونوا عند حسن الظن. علاش بعد خمسة حلقات ستة حلقات معز؟ والله السيناريو كما نقولوا احنا السيناريو الضرورة دراماتيك هي اللي خليت انه في كل مرة من مراحل المسلسل فما شخصية جديدة تخرج باش تتواصل الأحداث وباش تبدا تتعقد وتكبر السسبانس أكثر. هذا بينا نحكيو على الأحداث متاع أولاد مفيدة. أكيد راك شفت الحملة ضد المسلسل, ضد طريقة طرح الأفكار اللي يحكي عليهم المسلسل. شنو رأيك في الحملة هذه؟ حتى ممثلين وفنانين نبدأوا رأيهم في العمل. هذا استنسنا به في كل رمضان, احنا ديما فما الانتقاد, معناها حاجة به ماهيش حاجة خايبة. معناتها مش على أولاد مفيدة كان أولاد مفيدة هو اللي, لكن الحملة الكبيرة شفناها على أولاد مفيدة سنة. لا ما قبل المسلسلات كنا نتذكر أنه تحت نجوم الليل صارت حملة ديما في كل منتوج نقدموه في رمضان فما اللي يعجب فما اللي ما يعجبش فما اللي ينتقد فما اللي يتفرج. اليوم الحمد لله أنه الناس كل تنتقد والناس كل في نفس الوقت تتفرج وهذاك هو اللي باهي معناها. الحملة هذه في صالح أولاد مفيدة معز؟ والله فما parle de moi bien parle de moi mal l'essentiel que tu parles de moi معناها هذايا تعلمناها في الماركتينغ اللي قد ما تتكلم عليه قد ما هو باهي معناها بالباهي ولا بالخايب معناتها. انا ماريتش خايب في ولاد مفيدة على خاطر اللي قاعد يتقدم كله هو الواقع نتاعنا, واحنا في الايام العادية وحتى في سيدي رمضان قاعدين نتفرجوا في مسلسلات اجنبية وخدم اخرى اللي هي تقدم في مشاهد اعنف واقوى. اليوم نتصور اللي هو محبة الناس في ولاد مفيدة هم اللي خليوها غيرين عليه كيما هكا ويحبوه يمشي نحو الأفضل, وإن شاء الله الحلقات اللي جاية باش يكتشفوا اللي أنه نسبة المشاهدة الكبيرة نتاع ولاد مفيدة باش تزيد تدعم إن شاء الله بالحلقات اللي جايين ومرحبا بكل انتقاد. قرار الهيكا مع أولاد مفيدة تبديل وقت البث ضر المسلسل شوية ولا ما عنده حتى تأثير؟ لا بالعكس بالعكس بالعكس, أنا شفت التعليقات نتاع المشاهدين يقولوا شغل حتى يتعدم الساعة نتاع الليل باش نتبعوا أولاد مفيدة. القرار الهيكا ما زاد إلا أنه أكد نسبة المشاهدة القوية, وما نتصورش نسبة المشاهدة تحت في النهارين هذوما, بالعكس زادت نسبة المشاهدة في النهارين هذوما. دونك باش نشوفوك حلقة غدوة تبدا لاباريسيون نتاع الرول نتاعك دورك ولا البيرسوناج في أولاد مفيدة. فما سؤال يطرح روحه كي نقولوا معز الكديري عامل فرث روحك في شورب, فما حتى شكون قال اللي دورك في شورب دور معز الكديري طايح على دور شورب بيدو, وكنا حكينا فيه انا وياك عمناول في الايميسيون الموضوع هذايا. من بعد هذايا كل نلقاو معز الكديري ماهوش في شورب اثنين. والله جاوبت انا على السؤال هذا, هو فما زوج نواحي في السؤال هذا. اولا انا وقت اللي التحقت بالحوار التونسي وفريق ولاد مفيده ما كانش موجود شورب تصوير شورب, دونك وانا خيرت اني حتى اتصلوا بيا بعد قناه التاسعه بعد ما امضيت العقد مع الحوار التونسي على امكانيه اني نكون موجود زاده في شورب, لكن تعرف احنا ضيق الوقت في تونس ما نجموش نعملوا زوج مسلسلات في الوقت خاطر الزوز نصوروا في الوقت, ونحب نركز كان على دور واحد. والجانب اللي خصني انا لليوم سهل ياسر باش تبني على نجاح, اما صعيب انك تتعدى لمرحله اخرى وزيد تنجح فيها خاطر هذاك يولي تشالنج اهم بالنسبه لي انا توا. المفيد مسلسل ناجح في الموسم الرابع, انا نلتحق بالفريق في الموسم الرابع مع شخصيات وممثلين بينوا قدرتهم وعندهم جمهورهم يحبهم. اليوم السؤال اللي يطرح نفسه هل انا قادر اليوم اني نفك بلاستي ولا لا, وهذا هو اللي حفظني يعني نكون موجود بالفريق. خيرت ولد مفيد على شورب سنه معز؟ خيرت تجربه جديده, دائما تجربه جديده وشخصيه جديده تكون تنفع الرصيد الفني اكثر من اللي نكرروا التجارب السابقه. قلت لك ساهل ياسر انه نبنيه على نجاح شورب نتاع عمليه وشخصيه عمار, ومش بالضروره انه ينجح على خاطر هو تواصل الكونتينيتي تواصل نتاع النجاح اصعب من مش تبني هو بلوتو. كيفاش تواصل النجاح ماهوش سهل صعيب, لكن كتبش شخصيه اخرى ريسك زاده.
هي شخصية أخرى هي مغامرة جديدة وأنا نحب المغامرات، دونك خيرت إني ندخل في مغامرة جديدة على إني نكون نعاود في نفس الشخصية. الحمد لله معناها ذي كل عمل الخدمة والجمهور أعطانا حقنا، إن شاء الله زاد يعطينا حقنا في مسلسل أولاد المفيدة أبريتو ثور اللي الجمهور يحب معز الكديري ومش عمار. إن شاء الله إن شاء الله. سليم السنهاجي مرحبا معز. صديقي سليم السنهاجي شنو أحوالك؟ لاباس خويا يعطيكم الصحة. ساعة في في المجهود اللي قاعد صاير في ما خلينا نقول مش للناس الكل، المجموعة معينة من الممثلين اللي تحس فما يعني تقدم وفما باكراوند بدا يخدم على روحه يعني والتاريخ بدا الحمد لله. فما زاد سليم ممثلين جدد اكتشفناه في المسلسلات زاد جايين على محل زاد لا 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 باهين نحكي مش الكل نحكي حتى على قدم، فما ناس تشد ثنيه فما ناس ساعات الغالب معناتها نعرف الدور ساعات ما يختفش المخرج ما يتمشاش السيناريو ما السيناريو ما يختفش معناتها الدور ساعات تختار ساعات كان مايونيز تختف ساعات تختف ساعات ما تختفش مع الادوار هذوما. لكن انا حبيت ان معناتها ناخذ رايك اكثر على المشهد اللي موجود توا، يعني كي تشوف بخلاف المسلسلات حبيت نحكي معك على سيت كوم. كي تشوف لي سيت كوم اللي موجوده توا وفي اصدقائك وممثلين، شنو رايك وشنو معناتها التقييم نتاعك يعني كفنان وكممثل عطى للدراما وللتلفزه التونسيه؟ هو اليوم لي سيت كوم اللي موجودين انا نشوف اللي هما فما اجتهاد كبير، لكن فما زاد فما خلط صغير. اللي مثلا كي ناخذوا مثال قسمة خيال ماهوش سيت كوم، قسمة خيال مسلسل هزلي معناتها ستيل اخر. ممكن هذا اللي خاطر في توقيته في انت تعرف سيت كوم ديكور واحد وبلاصه واحده معناها سيت كوم. كان باش نمشيو بالمصطلح السيت كوم، اغلب اللي سيت كوم اللي موجودين اليوم ماهوش دي سيت كوم. يعني نوعا ما هو تغير السيت كوم. فما حتى سيت كوم معناتها معز اليوم؟ نعم. ما فما حتى سيت كوم اليوم قاعد يتبث؟ لا فما لي سيت كوم، ما نحكينا جوست على قسمة خيال اللي شد انتباهي اكثر مسلسل قاعد تفرج فيه اللي الهربة سيت كوم. الهربة والله ما نكذبش عليك ما تفرجتش برشا في الهربة، خاطر تعطيه فرد وقت انت تعرف احنا نزلنا نصوروا دونك نشوفوا راه. اليوم انا نشوف اللي الزمار تغير، الزمار تطور، ولا فما الامور نتاع السيتياسيون. اليوم قاعدين نبحثوا قاعدين نلوجوا على ليدونتيتي نتاع الامور. عندنا عباد بداوا يكونفيرميوا في قدراتهم الفنية بدون منازع. اليوم كان باش نحكيو على الوجوه اللي موجوده، نحكيو على بسام الحمراوي، كريم الغربي، جعفر القاسمي، اليوم اثبتوا اللي هما معناها ممثلين من طراز رفيع. والمنتوج متوفر والافكار متوفره وجست تصبر علينا المتفرجين شويه وقت حتى لين نخطو على الدول العربيه الاخرى. اليوم واحده نوعيه احنا من زوج مسلسلات ولينا نحكيو على خمسه مسلسلات واربع سيت كوب، معناتها اليوم في احنا في السنه الاولى انتاج ظهر لي عام سنه السنه الاولى انتاج. يصبر علينا شويه على خاطر نعملوا فيه كل احنا خدمتنا كممثلين اللي يخدموا السيت كوب واللي يخدموا المسلسلات، كنا مهمتنا اسعاد المتفرج يوسع باله معانا. والعزوف نتاعك معز، العزوف هكا سؤال هكا غريب صغير، لا مش على سيت كوم، على المرفق العمومي يعني المشاركات في قناه الوطنيه القناه الثانيه يعني ديما شفناك ديما اختياراتك كانت ماشيه اكثر للقنوات الخاصه، معناتها ماشيه اكثر اللي عندهم اشهار واللي عندهم دزه. لا 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 مش اللي كنتي معناتها مش دزه اش خاصك اللي كنتي. لا انا الترجه الوطنيه واللي عندهم سنوات ما اتصلوش بيا، انا اول ما بديت الترجه الوطنيه هذا هي نعم في مسلسلات الغلب ومن بعد ما وقعش ما اتصلوش بينا الترجه الوطنيه. سنة لحقاك على الحق نصعد رسلتي في المايسترو واتصل بي أول واحد يكون في مسلسل المايسترو، لكن كنت وقتها نصور في مسلسل ممالك النار وكان عندي مشكلة راكور متاع لحية اللي ما نجمش نستغنى عليها اللحية هذيك خاطر الدور كان يلزم في مسلسل المايسترو ما يكونش عنده لحية وأنا كان عندي لحية راكور معناتها نخدم بها في مسلسل ممالك النار. ورأيك في مسلسل المايسترو؟
مسلسل حلو ياسر، مسلسل اليوم المسلسلات اللي موجودين كل دون استثناء يعطيهم الصحة مش كل، وخاصة الوطنية بالتأكيد اليوم خاطر الوطنية رجعت الأمجاد نتاعها، رجعت مع رصعد الوصلاتي والفريق بتاعه كل. اليوم نشوفه في مسلسل محترم ومحترم جدا، سيناريو جميل وخراج محليه وممثلين من طراز رفيع مش أنا اللي مش نحكي عليهم اليوم، مش نحكيش على أحمد الحسين، درا زروق، قتل هداوي، غنم الزريلي وغيره من أصحابنا اللي سامحوني كان نسيت أسميهم. اليوم التلفزيون الوطني شهد سنية صحيحة بعد غياب تاع عامين ولا أكثر على الإنتاج، والمرفق العمومي هذاك خدمته يلزم هو يكون ليدر كما يقول، والتلفز الخاصة زاد لازمها تخدم. والأهم حاجة بالنسبة لي أنا فرحان برشا أنه أهم حاجة اللي بدينا ننجو، وإن شاء الله زاد يدعم الشيء هذا في السنوات القادمة إن شاء الله. معز شكرا ليك، غدوة نذكروا المستمعين.